مشاهدي قناة جوك تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيفما عودناكم في كل صباح من خلال لايفات الصباح اللي في الجوالات، ولكن نهضروا على مواضيع بحال الاشغال اللي مازال متواصلة في العاصمة الاقتصادية. كيفما كتعرفوا ان اغلبية ديال الشوارع فيهم الاشغال، واغلبية ديال الشوارع مازالين متواصلين في الاشغال.